نتحول بكم الآن وبالرادار بالتحديد لمتابعة تطورات الأزمة الأوكرانية. فقد أعلن الجيش الأوكراني بأن قرى حول مدينة أوديسا الساحلية جنوبي البلاد تعرضت لقصف بسبعة صواريخ كروز روسية، استهدفت منازل ومدرسة ومركزا مجتمعيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها قصفت قرية بليلينك ودمرت مستودعات ذخيرة للأسلحة والتي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وقد شكك مسؤول محلي أوكراني في تصريحات موسكو وقال إن ستة أشخاص أصيبوا بالقصف. تضم إلينا من موسكو أريج محمد وأيضا من كييف مفادنا عماد الأطرش. أبدأ معك عماد، وأبرز تطورات على الأرض. نعم فضيلة، بالنسبة للتطورات الميدانية في القتال في منطقة أو في مقاطعة دونيتسك، فقد تعرضت مدن سلوفيانسك وكراماتورسك وباخموت إلى قصف مدفعي روسي عنيف. كراماتورسك تحديدا تعرضت أيضا إلى قصف صاروخي صباح هذا اليوم، أصاب مبنى سكنيا وسط المدينة مما أدى إلى مقتل شخص مدني وجرح عشرة آخرين، في حين أن سلوفيانسك تعرض إلى قصف مدفعي كذلك مدينة باخموت. في بالنسبة لسلوفيانسك، بيان وزارة الدفاع، وزارة الدفاع الأوكرانية قالت بأن قواتها تمكنت، قالت إن قواتها تمكنت من صد تقدم للقوات الروسية صباح هذا اليوم باتجاه مدينة سلوفيانسك، سلوفيانسك الهامة التي تقع أقصى شمال مقاطعة دونيتسك. مدينة نيكوبول ومدينة دنيبرو في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك تتعرض أيضا، وتعرضت فجر اليوم لأربعين صاروخا روسيا، وتعرضت بعد الظهر أيضا للقصف. أهمية هاتين المدينتين أو المقاطعة بشكل عام أنها تتركز فيها صناعة الصناعات الهندسية متعلقة بالصواريخ، لذلك تعمد القوات الروسية على قصف جميع هذه البنى التحتية وخاصة مصانع المحركات والآليات المتعلقة بصناعة الصواريخ الأوكرانية. القوات الأوكرانية قالت بأنها قصفت مراكز تجمع للقوات الروسية في خرسون جنوبي أوكرانيا، وقالت بأنها أحرزت بعد التقدم باتجاه بعض البلدات بطبيعة الحال. غدا حسب وزير الدفاع الأمريكي قال بأن هناك اجتماع ستعقده دول مجموعة الاتصال المتعلقة بأوكرانيا لمساعدتها والوقوف على حاجاتها العسكرية، وذلك في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأوكراني. فضيلة، ننتقل الآن إلى موسكو مع أريج محمد وباقي التطورات أيضا المتعلقة إن كان بالمجال العسكري أو حتى فيما يتعلق بالوعود التي تقدمها روسيا بشأن الحبوب. نعم فضيلة، فيما يتعلق بالرواية الروسية لما يجري على الأرض في أوكرانيا، فتتركز العمليات الحربية حاليا في منطقة في إقليم مقاطعة دونيتسك بالأحرى، حيث تمكنت الأسلحة الروسية عالية الدقة كما قال إيغور كناشنكوف المتحدث باسم الوزارة الروسية من استهداف عدد من مواقع تجمع القوات الأوكرانية بأسلحتهم وآلياتهم، بالإضافة إلى استهداف من قالت وزارة الدفاع الروسية أنهم مقاتلون في القطاع الأيمن الذي تصنفه روسيا على أنه حركة متطرفة راديكالية ذات ميول قومية أوكرانية، وذلك في مقاطعة زباروجيا. ونعلم أن هناك أجزاء من هذه المقاطعة لا تسيطر عليها روسيا، هناك استهداف لهؤلاء في المناطق غير الخاضعة للسيطرة الروسية في هذه المقاطعة، بالإضافة إلى استهداف بأسلحة عالية الدقة في مقاطعة أديسا لمخازن ذخيرة موردة للجانب الأوكراني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية. على صعيد الوعود السياسية، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية من طهران في تصريحات نقلتها القناة التلفزيونية الأولى الروسية الموقف الروسي القاضي بأن موسكو لا تريد أي إعاقة لتوريد الحبوب الأوكرانية أو أي نوع من أنواع الحبوب للأسواق الغذائية العالمية، وهي ستعمل ما ستأخذ على عاتقها من التزامات، ستعمل بهذه الالتزامات شرط ألا تكون كما كان الجانب الروسي يتحدث ويشترط في وقت سابق أن تنقل أي من هذه السفن المتحدث عنها أي أسلحة أو ذخيرة تورد إلى الجانب الأوكراني لتستخدم لاحقا في وجه القوات الروسية، بالإضافة إلى انضمام روسيا لكافة الجهود بما فيها الأممية والدولية ذات الصلة لتمكين خروج هذه السفن العالقة والمحملة بهذه الحبوب من الموانئ
الأوكرانية، وفي ذلك طبعا إشارة واضحة إلى الجهود الروسية التي تأتي في إطار ما يجري حاليا ربما من اجتماع قمة يجمع الرئيس الروسي مع نظيريه من إيران وتركيا في العاصمة الإيرانية طهران. شكرا أريج محمد من موسكو، وأشكر عماد الأطرش في كييف.